السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. الفيديو ده بخصوص مستشفى قوى الأمن، بيعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض. بيعلن مستشفى قوى الأمن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم ذو الجنسية، المسمى الوظيفي مسجل النساء والولادة، المؤهلات والخبرات، التعليم والترخيص، شهادة الطب MBBS، تخرج من كلية الطب المطلوب بها، شهادة تخصص فرعي زمالة مثل البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادل من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليا، رخصة طبية سارية المفعول كمسجل لممارسة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف، الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه، إتقان اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا هو مطلب أساسي، مهارة القيادة والاتصال الممتازة، القدرة على التعامل مع عبء العمل الكبير وتغير أولويات والمسؤوليات. التقديم يكون عبر الموقع الإلكتروني لمستشفى قوى الأمن بدءا من تاريخ 9 نوفمبر 2022. طبعا هذا هو الموقع الرسمي لمستشفى قوى الأمن، هذا هو مسجل النساء والولادة، هذا التعليم والتراخيص والخبرات السابقة وواجبات العمل وغيرها من الأشياء. تستطيع التقديم من هنا، قدم الآن إذا كان لديك حساب على مستشفى قوى الأمن، تكتب كلمة المرور والبريد الإلكتروني وتسجيل الدخول. إذا لم يكن لديك حساب تضغط على سجل الآن، تفتح لك هذه الصفحة، تقوم بكتابة البريد الإلكتروني، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور، ثم تحميل السيرة الذاتية إذا كان لديك سيرة ذاتية، ثم افتح حساب جديد، وبعد ذلك تبدأ في الدخول من هنا، كتابة البريد وكلمة السر والدخول والتسجيل على هذه الوظائف. أتمنى طبعا للجميع التوفيق، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.